السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا المقطع الذي سيكون أول مقطع في أساسيات علم الأحياء. في هذا المقطع سنتحدث على حقيقيات وبدائيات النواة. أولا سنتكلم على بدائيات النواة، وسنأخذ على سبيل المثال والأمثلة الأكثر شيوعا وهي البكتيريا باعتبارها خلية بدائية النواة. من خلال التعريف أن كل خلية بدائية نواة لا تحتوي على نواة حقيقية، ما معنى ذلك؟ أي أن المورثة الخاصة بها التي ترونها هنا باللون الأحمر تسبح في الهيولة لوحدها وتسمى بالنيكرويد عندما تكون تسبح لوحدها في الهيولة. نذهب ونقارنها مع النواة عند يعني حقيقيات النواة. مثلا سنأخذ على مثلا هذه الخلية الحيوانية، كما ترون هذه الخلية الحيوانية المورثة الخاصة بها توجد داخل هذا الجدار الذي ترونه هنا. هذا الجدار يسمى بالجدار النووي، توجد فيه ثقوب التي تلاحظونها هنا. هذه الثقوب عبارة على ثقوب نووية تسمح له ب يعني التبادل بين الوسط الداخلي للنواة وأيضا الوسط الخارجي ما خارج النواة وهو السيتوبلازم، تتواصل بين الوسط الداخلي للنواة والسيتوبلازم الخاص بالخلية. أيضا كما توجد هنا يعني نوية، ثم نجد أن على تم ملتصق هناك شيء ملتصق فيها على جدار النواة وهو الشبكة الهيولية الفعالة. إذا هذا ما أيضا نلاحظه، أن هذه الخلية الحيوانية وهذه من هنا التي لدينا هي خلية نباتية. لديهم بعض الاختلافات لكن في فيديو آخر سنتكلم عليها، لكن نوجد يعني فروقات بينها وبين يعني الخلية بدائية النواة. بالطبع لا توجد العضيات، الخلية بدائية النواة لا يوجد لديها عضيات داخلية مثل الميتوكوندري، شبكة الهيولية الفعالة، جهاز جولجي، حويصلات، فجوة وغيرها، لكنها يعني تحتوي على أشياء مثلا مشتركة مع الخلية النباتية مثل الجدار الخلوي الذين هنا بنقطة حمراء هنا وبنقطة حمراء هنا. لماذا لا تستطيع الخلية بدائية النواة، أو لماذا الخلية بدائية النواة لا تحتوي على هذه العضيات؟ بسبب صغر حجمها، لأن حجم بدائية النواة أصغر من حجم الخلايا الحقيقية النواة من 1 من 10 إلى 100 مرة، يعني أنها صغيرة جدا لتحتوي على هذه مثل هذه العضيات. توجد بعض الاختلافات الأخرى مثل يعني توجد بين الاختلافات بين ميل بدائية النواة وحقيقية النواة من بين البلازميد أيضا الصوت وغيرها، لأن حقيقي بدائية النواة في الغالب تكون هنا بكتيريا. إذا كان هذا كل شيء يعني الفروقات بين بدائية النواة وحقيقية النواة. إن شاء الله سنتكلم في الفيديوهات القادمة إن شاء الله سنتكلم على كل عضية ما بين العضيات بدائية النواة وحقيقية النواة مثل الريبوزوم، ميتوكوندريا، وجهاز جولجي، شبكة هيولية فعالة. إذا كان هذا كل شيء لهذا الفيديو، أتمنى أنكم يفيدكم وتنشروا اشتراك القناة، وإلى اللقاء في فيديو آخر.